خلصت الوظيفة؟ طيب حدا عم يشتغل لحاله، الكل عم يشتغل مع رفقاته ضمن مجموعة. طيب اليوم بدنا ناخذ محاضرة جديدة، نحن اليوم المحاضرة الخامسة، ما هي صرنا تقريبا حول المنتصف العمليات المصرفية. الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه المرة الماضية خلص، ما هي آخر شيء حكينا عن التسويق المصرفي، يمكن حدا بيتذكر؟ منيح إذا وصلتوا لعند النسب، بلكي المحاضرة الجاية، المحاضرة الجاية بحاول أنا أرجع النسب، لأنه هدول بدهم فيهم بعض النقاط بده توضيح. المشكلة بالنسب عم تكون باختلاف المسميات ما بين القوائم المالية اللي أنت بدك تشتغل عليها وما بين ما ورد في المحاضرة. هي هي المشكلة الأساسية، هذا هو الفرق ما بين الواقع العملي والمحاضرات الجانب الأكاديمي. يعني فعلى أرض الواقع بتعرف بيستخدموا أحيانا تسميات شوي غريبة بدها توضيح. فإذا حاولوا الكل من هون للمحاضرة الجاية يكون وصل لعند النسب، مشان تسألني عنه ووضح لك كيف بدك، يعني ذلك هالغموض اللي عم يكون موجود. فحاولوا للأسبوع الجاي للمحاضرة الجاي يكونوا واصلين عند النسب، وأنا برجع عليهم بحطهم بالعادة، بحط أنا الملاحظات على ورقة مشان ما أحكيهم بشكل عشوائي، لأنه ممكن أقول لك شيء بكرة التصحيح الوظيفي انسى إنه أنا قايل لك هيك، لأنه بعض النسب بدك تحايل عليها لتقدر تطبق القانون، فهو تمرين، نحن بالنهاية عم نعمل تمرين. فبسجلهم بالعادة على ورقة مشان أعرف بالضبط شو قلت لك وتلتزم بهذا الأمر. فالمحاضرة الجاية إن شاء الله بنحل هالقصة هاي. اليوم إذا العمليات المصرفية، طبعا هذا الموضوع حياخذ اليوم المحاضرة الخامسة، كاتب لك خمسة وستة وسبعة. هلا ما بعرف إذا رح ياخذ ثلاث محاضرات كاملين، بس هو حتما بده محاضرتين بالتأكيد، بجوز محاضرتين وشوي لنشوف حسب الأمور. الهدف من المحاضرة، ريهام المايك يا ريهام، نفهم العمليات المصرفية اللي بتصير بالمصارف التجارية. هلا تسكر، أول شيء ما كان مسكر يا ريهام. النقاط اللي بدنا نحكي فيها، أول شيء بعد المقدمة بدنا نشوف الحسابات الجارية. بدنا نشوف الحسابات الجارية، بعدين بدنا نشوف الحوالات، الكفالات المصرفية، بعدين بدنا نشوف الاعتمادات المستندية، الكمبيالات، وآخر شيء الصيرفة الإلكترونية. طبعا اليوم يعني حتما حنشوف الحسابات الجارية والحوالات، وبنوصل لعند الكفالات، بنشوف إذا بنبلش بالكفالات حسب شو بنكون أخذنا وقت. الكل عم يسمعني الصوت واضح؟
طيب هلا كمقدمة عم بسألك عن فكرة عامة، صرت أكيد أنت بتعرفها، إنه هل يختصر النشاط المصرفي اليوم على قبول الودائع وتقديم القروض للعملاء؟ طبعا ليش حطينا هذا السؤال بالمقدمة؟ لأنه اليوم بالمخطط المحاضرة مثل ما شفتوا عرضنا مجموعة من العمليات والخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف لعملاء، وبالتالي كان لابد أن نحط هذا السؤال، أنه الغاية منه أنه نبين أنه النشاط المصرفي اليوم تطور، ما هي تطور، لم يعد يقتصر على العمل الكلاسيكي للمصرف. تذكروا التعريف الكلاسيكي للمصرف والتعريف الحديث ولما قارنا بيناتهم، وبالتالي الجواب هون بالتأكيد لا، ظلوا مثل ما حكينا إذا تذكروا بالمحاضرة الأولى، ظلوا موضوع قبول الودائع وتقديم القروض ظل هو النشاط الأساسي للمصرف، جوهر العمل المصرفي، ولا زال وسيبقى على ما أعتقد، إلا أنه اللي تغير هو أنه التطور اللي صار والتنوع اللي صار بالأنشطة التي تمارسها المصارف. وهذا إذا رجعنا هلا على السلايد اللي قبله راح نشوف انه فعلا في الحسابات الجارية هون، والحسابات من ضمن الودائع كانت خدمة موجودة. هلا حتى بموضوع الودائع اشكالها كمان صار فيها تنويع اكثر. بقية الامور الموجودين هون هدول خدمات، يعني فيك تضيفها لسلة الخدمات المنوعة اللي اليوم عم تقدم المصارف لعملاء، او لا سيما شكرا ليهم، لا سيما اخر شيء صيرفه الالكترونيه اللي هي اليوم الشغل الشاغل. الحسابات الجاري اول شيء عم اقول لك لماذا يعتبر قسم الحسابات الجاري هو اهم الاقسام بالمصارف التجاريه. هو يواجهة المصرف، شوف مثل ما انا كاتب لك، وبيجمع الاموال اللازمه للعمل المصرفي، وعنده عده وظائف يقوم بها، وحاط لك جنبها سهم، رح نيجي اهم الوظائف. ولكن خليني احكي هون الفكره العامه. الفكره العامه لما انا بقول لك دائما بالتاكيد في عمليات عليه، اكيد يا احمد، ولكن هون الفكره الاساسيه نحن بنعرف صار عندنا فكره انه كمصرف أمواله فينا نقول بشكل عام هي أموال المودعين. طيب وإذا رجعنا نحن على أموال المودعين، ما بنشوف نحن وبنعرف أنه الجزء الكتلة الكبيرة فيهم هن ودائع جارية، لأنه نحن بنعرف أنه الشركات ورجال الأعمال ما بيحطوا ودائع توفير ولا ودائع لأجل، ما بيرضى هو كعائد استثماري نسبة الفائدة المصرفية، هذا ما بيرضى فيها ولا بيطلع فيها هو، وبالتالي هو مو طمعه تعطيه فائدة أنت كمصرف، هو طمعه بشو؟ بأمور أخرى، خدمات مصرفية بيقدمها المصرف إله. هو الطفران هو اللي بيحط المصرف. برافو يا ريهام. بالتأكيد هو يتخيل مثلا هلا شركة معروفة تجي والله حاطة مصاريها بالبنك بسعر فائدة 7.5% سنويا، وخاصة إذا كنت عم تعيش ظروف تضخم، هو خسران قولا واحدا، هو 30% ما عم يرضى فيها، و40% ما عم يرضى، و50% ما عم يرضى، أحيانا هو عم يدور على عائد 200%، وبالتالي كيف بده يرضى ب 7.5%؟ إذا الكتلة الكبيرة من أمواله للمصرف هن ودائع جارية، هذا اللي بيخلي لك الحسابات الجارية أو قسم الحسابات الجارية بشكل واجهته للمصرف. طبعا هذا السؤال بتذكر بأحد الدورات جبته مرة كسؤال مساعدة، وحطيت بالخيارات أنه لأنه موجود بالطابق الثاني بالمصرف، ورجعت على الإجابات الطلاب لشوف هيك إذا حدا مختار هذا الخيار، طلع في مجموعة من الطلاب مختارين خيار لأنه بالطابق الثاني للأسف. طيب بلكي المصرف طابق واحد، والمصرف عادة ما بيكون طوابق، إذا انتبهتوا بالنظام المصرفي ما بيكون طوابق مفصولة عن بعضها، حتى لما بيكون طبقات بيكون مفرغ من الداخل وكأنه طابق واحد، هذا مش موضوع الكنترول، يعني في غاية منه، وبتلاقي الغرف بلور كأنها كلها كتلة واحدة ما حدا مفصول عن تاني. إذا هو حكى لأنه بالطابق التاني.
ديروا بالكم إذا تكرر هذا السؤال حدا يختار نقطة للثاني. يعني أنا بتخيل الطالب اللي اختار لأنه بالطابق الثاني كان بده عقوبة، بس في طلاب أنتم بتعرفوا بتشلي التشليف يعني. ايه بس يعني هذا السؤال صراحة أحمد أنا ما خطر في بالي أبدا أنه طالب يختار لأنه بالطابق الثاني يعني. يعني هذا بالتأكيد أنا بتخيله طالب يعني لم يقرأ السؤال أو أنه لا علاقة له بالموضوع. طيب نجي هلأ يعني مثل أعطيكم مثال آخر هذا بيفيدكم. مسألة جايبة للطلاب أنا طبعا هذا مو خارج عن المحاضرة مشان تنتبهوا أنتم. تذكروا بالإدارة مبادئ الإدارة المالية إذا بتذكروا. لا أتذكر لك بالضبط وين. بنموذج بومول ونموذج نموذج بومول ونموذج ميلر أندور اللي كنا نحسب فيهم المستوى الأمثل للنقدية إذا بتذكروا بمبادئ الإدارة المالية، وقديه نحن بنحول أوراق مالية لنقد في كل مرة، بتذكروا هذول النموذجين. طيب واحد طالع معه ما نحن بدنا نحسب وقتها شو اسمه قديه الاحتياجات او نحسب المستوى الامثل للنقديه اللي هو بيمثل كتله الاوراق الماليه اللي انت بتحولها في كل مره لنقد، وبعدين بنيجي بنحسب التكلفه. فانا الطلب الاول حسب لي اياها طالع معه ليره ونص، ليره ونص 1.5. بعدين لما حاسب التكلفة طالع بشي 600-700 مليون. طيب هذا الطالب كيف طالع معك انه انا في كل مرة بحول اوراق مالية لنقد بقيمة ليرة ونص وبتكلفتهم شي 600 مليون بالملايين فوق ال 500 مليون ما بتذكر رقم صراحة يعني. يعني انت ما بتقرأ الرقم؟ يا معقولي انا كشركة انا عم اقول لك شركة يبلغ رأس مالها 20 مليار عم تحول اوراق مالية لنقد كل مرة ليرة ونص وبتدفع عليهم 600 مليون وبدك تنجح مظبطة معي الى اخره. انتبهوا لهالموضوع انه احيانا بيجي اجابة بتبين انه الطالب يعني بالمرة مو منتبه. هذا اخطا من اللي قبله. برافو يا سيما. هو نفسه يمكن نفسه أسيمة يمكن نفسه بس الأول بالتعليم الأول بالافتراضية تبع الطابق الثاني بالافتراضية والطابق الثاني والقصة الثانية بالتعليم المفتوح. طيب هلا بدنا نجي على الوظائف التي يقوم بها قسم الحسابات الجارية. هو بيفتح لك الحساب الجاري بس أنا كاتب لك هون المدين والدائن. هلا بتقلي ليش في مدين ودائن؟ طبعا لما انت بتفتح حساب عند المصرف شو هو دائن ولا مدين؟ لما انت فاتح حساب عند المصرف مين صار دائن لمين؟ مين المدين ومين؟ انت الدائن هو المدين انت دائن له بقيمة الوديعة تماما. بس هو ممكن يعطيك قرض ممكن يعطيك قرض اسمه يعني مثل على شكل حساب جاري. هلا بنيجي عليها بعد شوي باشكال الحسابات الجارية اسمه الحساب الجاري المدين. وقتها هو عم يعطيك لما هو عطاك مين صار الدائن؟ هو وانت شو؟ المدين. لما بتحط انت وديعة تيجي بالجانب الدائن بالميزانية للمصرف. لما هو بيعطيك قرض جاري مدين بيجي بحسابه بالجانب المدين بالميزانية مثل شكل من اشكال القروض. القروض التي مثل هذيك اليوم سألني طالب بالامتحانات عم راقبه بأحد الأماكن قال لي دكتور القروض بالميزانية وين بتجي؟ طلعنا فيها كلمة كابني بتجي حسب القرض. إذا قرض البنك عاطيه بالجانب المدين وإذا البنك آخذ قرض بيجي بالجانب الدائن. شفتوا أحيانا السؤال كيف بيشوفه للطالب؟ يعني لما طالب عم يقول لك القرض وين بيجي بالميزانية معناته في عنده مشكلة ما هي محاسب طبيعة القرض. باسم مو فاهم. برافو. إذن
قبول الإيداعات، هدول أمور واضحة سواء بنقد أو بالشيك، ممكن أنت شيك يحصلوا لك إياه ويحطوا لك إياه بحسابك الجاري حسب طلبك. دفاتر الشيكات، شو بيرتبط بالحساب الجاري؟ مو دفاتر الشيكات كل حساب جاري بده يكون له دفتر شيكات بيتم التعامل به، حفظ بطاقات التواقيع من أجل المطابقة التواقيع الموجودة على الشيك. ما أنت لما بدك تفتح حساب شو بتعمل؟ في عنده بيعطوك بطاقة بتوقع عليها يمكن ثلاث تواقيع أو توقيعين، ما بتذكر اثنين يا ثلاثة مشان يطابقوهم، وهي بتنحفظ عنده على شاشة الكمبيوتر أمامه. بيجي الشيك، ما أنت محرر شيك، أنت دافع مبلغ بالشيك إلي عاطيني إياه أنا، بروح لا أصرفه من البنك بيطابقوا التوقيع على الشيك مع التوقيع الموجود عندهم مشان إذا في تزوير. تحويل مثلا، طلبات العملاء المتعلقة بسحب الأموال، تحويل، كشف حساب إلى آخره، احتساب الفوائد المدفوعة والمقبوضة والعمولات. هلا بتقلي حساب جاري وفوائد، ربما في بعض أنظمة مثل البنك سوريا المركزي كان هلا بطلوها، بس هو أجاز دفع فائدة على الحسابات الجارية طبعا تشجيعا على الإيداعات فيها، ربما تكون موجودة. العمولات، أي أنت أمر بتعمله بده يكون له عمولة تدفعه، لما تحول من حساب لحساب تعمل استعلام رصيد إلى آخره على الحساب الجاري، أي أمر بتعمله. وكل العمليات وين بتصير؟ على الحسابات الجارية. لما أنت عم تحرر شيك، لما عم ينوي تودع إجاك لحسابك، كليات وين بيجي؟ بالحساب الجاري. هالعمليات اللي بتصير على الحساب الجاري إلى عمولات. هلا ممكن تقول لي إصدار دفتر شيكات إله عمولة، هلا بتقول لي ريهام أنا طلع لي دفتر شيكات ما دفعت عمولة، ممكن حسب المصرف وسياسته وعلاقته مع الزبون إلى آخره. الرقابة على الحسابات غير المتحركة أو الجانبية. وسيمة عندها حساب بالمصرف وإله مضى عليه فترة سنة ما تحرك أبدا، ولا انودع فيه ليرة ولا انسحب منه ليرة. بيجي المصرف بيحط إيده على هذا الحساب، بيحط إيده على الحساب إنه هذا ما عم يصير عليه شيء، بيصير أنت لتسكي هذا الأمر، يعني لتحرري الحساب بدك ترجعي على المصرف في معاملة صغيرة بتعمليها أنت وبيحرروا لك الحساب. صار عليها حلقة في حكم العدالة عم يقول لي أحمد. طبعا صادق، هو سياسي بالمصرف بتكون صادق انه اذا مر فترة كذا على الحساب ما تحرك منجمده للحساب، نحن مشان نجيبه للمودع اللي عنا، لانه اذا المصرف انت ما عملت عمليات على حسابك المصرف ما بيستفيد منك، خسرت العمولات. انت المصرف بده اياك تعمل عمليات عليه مشان ياخذ العمولات، كل عمولة كل عملية الى عمولة. تنفيذ الأعمال المحاسبية المتعلقة بالقسم، يعني لما بنودع بيعملوا قيد محاسبي بيثبت إيداع هالمصاري بالمصرف، ولما بينسحب بيصير قيد محاسبي بيبين أنه هالمصاري خرجوا من الحساب. بتقولي بس هذا قسم الحسابات بيعملها، بس نحن بنعرف بالمصرف العمل الواحد يقوم به عدة أقسام، والغاية من ذلك هو الكنترول مثل ما حكينا سابقا. تمام الأمور لحد الآن. النوع من الحوكمة، ولو كان الحوكمة بتعرف إلى، إذا بدك ترجع لمفهوم الأكاديمي إلى، يعني شوي ربما يختلف المفهوم، بس بالنهاية أعمال حوكمة. الأنواع الحسابات المديني، أول شيء عندك الحسابات الجاري الدائني، الحسابات الجاري المديني، والحسابات الجاري المؤقتة. الحسابات الجارية الدائمة، شوف كاتب لك أنواع كمان، طبعا هي الشكل الأكثر انتشارا وشيوعا. عندك تحت الطلب بإخطار والمجمدة، أو فيك تعتبرها هون لأجل، تعرفوا التسميات تختلف أحيانا رغم أنه المضمون بيكون نفسه. رح نشوف هذول الأنواع الثلاثة. الحسابات الجارية تحت الطلب هي الشكل من أشكال الحسابات الجارية، يعني الأكثر انتشاراً.
يعني بس قلت حساب جاري بالشكل العام المقصود فيه هذا النوع، الحساب الجاري تحت الطلب اللي هو حر الحركه اللي هو ما عليه قيود، امتى ما بدك بتودع فيه وامتى ما بدك بتسحب منه، وليس للبنك الحق بان يقول لك ليس لديه اموال. واذا قال لك البنك هيك مشكله، والبنك حريص الا يخل بهذه القاعده، لانه اذا اخل البنك بقاعده الحسابات الجاري تحت الطلب انه بده يعطي المودع امتى ما بده، ترى هذا الامر بيعرضه لمخاطر الافلاس، في موضوع ثقه بيناتهم بيعرضه لمخاطر الافلاس. كيف تتم عمليه السحب من هالحساب؟ عن طريق الشيكات، اوامر دفع، تحويلات. الشكل السائد اليوم للتحويل من الحسابات الجاريه او للسحب من الحسابات الجاريه هو الدفع، التحويلات الالكترونيه. تحويلات الالكترونيه بكل بساطه بتفوتي انت بتفتحي موبايلك اليوم في خدمه الموبايل، او بتفتحي لابتوبك بتفوتي على حسابك بتحولي لاي حساب، اي حدا بيحول لك على حسابك، بتصير العمليه بثوان معدوده وبياخذ المصرف عموله عليها. كبسه زر، برافو يا فهد، برافو. لماذا أجاز مصر السوري المركزي دفع فائدة بحد أقصى 1% سنويا على الأموال المودعة بهالحسابات مشان يعمل عملية تشجيع العملاء على فتح حسابات جارية؟ بصراحة ما بعرف إذا يمكن على أرض الواقع ما أنا موجودة، يا أما القرار ما تنفذ. أجاز يعني هو ما أمر، أجاز يعني إذا بدك، بس على أرض الواقع يمكن ما تنفذ أو ما أنا موجود. ما هي الحسابات الودائع بإخطار؟ بيختاروا بيسموه احيانا مثل من حول للجامعة، تماما تماما هي تحويلات الكترونية. انت لتحولي بده يكون عندك حساب جاري. احمد عم يقول لي تحويل حركة النقد من ورقية لخطية لالكتروني، تماما. وهذا حكينا اكثر من مرة سابقا انه الميل العالمي هو هيك، يعني الكون عم يروح شيئا فشيئا باتجاه العالم الالكتروني. يعني مكرة بس انت تصير هيك ختيار وماسك هالعكاز بايدك، بيجي حفيدك عم تحكي له قصة، انت بتقول له يا جدو على ايامنا كان في مصاري، هلا ما بقى في مصاري. يعني شيئا فشيئا لما تصير انت ختيار وماسك هالعكاز ما بقى بيكون في مصاري، بتصير كلها الكتروني بالكامل. ايه بيستغرب، بيقول لك يا حفيدك يا ريهان معك صورة عنا 500 و150، خاصة ال50 الى اخره. اذا الحسابات الودائع باخطار يعني باشعار، في اسم تاني الى باشعار مش اذا مر معكم في مكان ما، هي ما بحق لك تسحب منها انت الا ما تخبره للمصرف قبل الفترة. تقول لي قديش هالفترة؟ هالفترة تتم بالاتفاق بينك وبين المصرف، 15 يوم، شهر، 3 شهور، هذا بالاتفاق. رحت انت متفقين بتلغى الفائدة تماما. احمد اذا رحت انت لتسحب انتم متفقين على شهر، ورحت انت ما انك مخبر للبنك فجأة بدك تسحب، البنك هون ممكن يقول لك لا سوري نعتذر منك، وممكن يلبيك. طبعا هو اغلب الاحيان بيلبيك يعني، ولكن تسقط الفائدة حسب بعض، تسقط الفائدة عن المبلغ كله، عن جزء منه، حسب بعض. ترجع بقى لسياسة المصرف، كاتب لك هون تسقط الفائدة، وبالتالي كل ما طالت مدة الإخطار كل ما ارتفع سعر الفائدة بالنسبة للعميل. هلا ممكن لا مو عن يعني الشكل السائد أكثر، يعني لنفرض خليك لأوضح لك القصة، أنت معك 1000 ليرة، 1000 ليرة يعني بفائدة كمان هون بوديعة بإخطار عليها فائدة، الفائدة 10%. نحن بنعرف بالقاعدة المصرفية بتقول هالمبلغ الذي يخضع للفائدة هو المبلغ اللي بقي شهر كامل 30 يوم بالمصرف. طيب اجيت انت سحبت، قدي سحبت 100 ليرة، هالمية ليرة سحبتهم
هذا بيخرجوا من حساب الفائدة. طبعا هذا احتمال، بس بتقول لي هذا بودائع التوفير نفس القاعدة، ودائع التوفير نفس القاعدة، بقول لك ممكن هون نفس الأمر يعتبر المصرف، وممكن يقول لك هذا الشهر أنت سحبت منه تسقط الفائدة على المبلغ كله. هون صاحب القرار مين؟ المصرف، لأنه أنت المخالف القاعدة مو المصرف، أنت المخالف. وممكن المصرف يقول لك لا أنا ما بعطيك. كل مصرف وسياسي بهذا. لما طبعا حكيته أنا هني احتمالات. الحسابات المجندة هي الحسابات اللي بيودع فيها العميل ما لديه من أموال بتزيد عن حاجته لفترة زمنية معينة، هي الحسابات لأجل نفسها تماما، هي الحسابات لأجل. أنتم متفقين مثلا على سنة، على 6 شهور، بسوريا في 3 شهور، في 6 شهور، وفي سنة، وما بعرف إذا في سنة ونص ما بتذكر، بس هدول 3 شهور 6 شهور وسنة موجودين. هلا ممكن سنة ونص وممكن سنتين، كمان سنتين موجودة، يمكن وسيمة سنتين كمان موجودة، فثلاث سنوات ماني متأكد، لأنه هي كمان موضوع متغير، موضوع متغير. يعني ممكن أنت بأي مصرف وسيمة؟ بالتوفير عندكم 3 شهور وست شهور وسنة وسنتين وثلاثة. وكل 9 شهور. 9 شهور التغت. اذا هذا شكل نموذج، شوف كيف تختلف الامور. يعني كان موجود ولغت، لهيك عم اقول لك انه ما بعرف بعده موجود، لانه الشيء الموجود هلا ممكن يلغى، اي حسب المصرف وطبعا توجيهات البنك المركزي الى اخره. هون طيب هلا رح نسال اسيما، نحن رح نسال اسيما الوديعه لسنه. يا اسيما الوديعه لسنه، واذا ما عرفتي جاوبتي يا اسيما، اذا ما عرفتي جاوبتي بدي اتصل بالمدير العام فورا. لكن اذا سمعتوا طقطقه الموبايل دغري انا جهزت الرقم، بدي اقول له اسيما ما عرفت. اذا حدا حاطط عندكم وديعه هي برغي، برافو يا عم، مش بدي جهزت، سمعتوا طقطقه الموبايل، ما هي جهزت دغري، ما بدي الرقم قدامي. حدا حاطط وديعة لأجل لمدة سنة، معي؟ ما صبر هو، إجا لعندكم قالكم بدي اسحب، هو حاطط مثلا نفرض 1,000,000 ليرة، قالكم بدي اسحب منها 100,000، مضطر يا أخي بدي 100,000، لسه ما كفيت السنة بس بدي 100,000، شو بتعملوا معه أنتوا يا أسيمة؟ نعطيه ميته بس ما له عنا فوائد. بتلغوا الفوائد عن كل الوديعة. هذا بيسموه كسر الوديعة تماما. طيب برافو عليكي، سكرنا الموبايل يا أسيمة. سكرنا الموبايل. طيب لا هون لأشرح لكم بقى الفكرة. من حق المصرف ألا يعطيها 100,000. يعني أسيمة فيها بتقول له الله معك لا تفرجينا وشك لبعد سنة. ممكن قانونا يحق للمصرف ذلك، بس مو أنه للشخص او خلينا نقول الموظف الموجود، لا، هذا بيكون ضمن سياسه المصرف.
يحق للمصرف انه بده يكسر وديعته بنقول له لا مالنا عندك كيف تيجي لعنا بعد انقطاء المده. ولكن المصرف ما بده يخسر العميل، ما بده يخسر الزبون، بيلبي له طلبه. بس اذا لبى له طلبه هون بيقول له اوكي لبيت لك طلبك بس بدك تسامحنا بالفوائد. طيب الوديعه لمده سنه، هذا اللي اجى لعند اسيمه اجى لعنده قبل بيوم، يوم وبكفي الوديعه، بس اليوم اضطر هو معه ما في حل اخر، تسقط الودائع لمده سنه. مين بياخذها؟ عفوا الفوائد، مين بياخذ الفوائد؟ المصرف. وبالتالي هون المصرف ربح، المصرف لبى طلبه للعميل والعميل طلع مبسوط والله رحت وفرضت حالي عليهم، بس هو اخذ الفوائد. هلا ممكن البنك يكون عنده حل اخر، وسيما بتقول له طيب قد ايه انت بدك؟ بيقول له انا بدي 100,000. بتقول له اذا انت بدك 100,000 حرام، يعني بدك تروح عليك الفوائد كلياتها، شو رايك نعطيك فائق قرض ب 100,000؟ قرض ب 100,000 تحل مشكلتك مشان ما تخسر انت الفوائد على الوديعه. هون انت شو بدك تحسب؟ بدك تحسب الامر التالي: قديش الفوائد اللي بدك تدفع على القرض، وقديش الفوائد اللي بدك تروح عليه في حال كسرت الوديعه، بتفاضل بيناتهم وعلى ضوء ذلك تاخذ القرار. هاي بالذات مو عندكم. بارك يا أسيمة، بارك. إذا وضحت الموضوع كسر الوديعة، إذا الأمر بيرجع لا يحق لك ذلك، ولكن البنك بجاوبك ولكن تسقط الفائدة. هل تزيد هون هل تزيد الفائدة التي تمنع على هذا النوع من الحسابات عن الفائدة التي تمنع على الحسابات السابقة؟ أخذ فوائد على اسم أنه تماماً ومطمن تماماً. إذن هون طبعاً هون حتى الإشعار اللي كنا عم نحكي عليها من شوي، كل ما زادت فترة الإشعار بتزيد الفائدة. يعني مثلاً حساب بإشعار لمدة 15 يوم غير لا 3 شهور، كل ما زادت فترة الإشعار كل ما استقرت الأموال أكثر عند البنك، كل ما بعتها لاستثمارها طويلة الأجل أكثر كل ما ربح أكثر، لذلك بيعطيك فائدة أكثر. والحسابات الودائع لأجل أو المجمدة كمان بتكون فوائدة أكثر. ليش؟ لأنه هون ضمن حاله لمدة سنة، ما فيك تسأله أنت أبدا، ما بتعمل له مشكلة سيولة إذا إجيت أنت لتسحب من عنده. هلا هو لو أسيمة ما عنده سيولة شو كانت قالت له للعميل؟ كانت قالت له بس أنت ما بيحق لك هلا، وهو ما فيه انه يحكي، هو لبعد اذا اجى ضمن المده بعد ما كمله. بس لو كان حساب جاري تحت الطلب، أسيمة شو كان بدها تقول له؟ كان بدها تعطيه، كان بدها تدين من الفرع اللي جنبه مشان ما يطلعوا السمعه لبرا انه المصرف ما عنده مصاري. الى ماذا يؤدي سحب العميل لهذه الودائع؟ سيردها المصرف بدون اي فوائد، مع الاحتمالات الاخرى طبعا. ليش ما فت بالتفاصيل هون؟ لانه كمان بيختلف الامر كثير من مصرف لمصرف اخر. احمد عامل لي ممكن يكون في طريقتين للتعامل مع الودائع، صغيره وكبيره. كمان ممكن هلا الودائع الكبيره ممكن تعمل مشكله سيوله عند المصرف. يعني انا حاطط وديعه كبيره لاجل واجيت انا بدي اكسرها، ممكن تعمل مشكلة سيولة. بس عادة الودائع لأجل يا أحمد ما بتكون كبيرة القيمة. كمان هدول الطفرانين بيحطوها. مين استخدم مصطلح الطفرانين من شوي؟ ريهام معي. يعني كمان شركة ما حتحط وديعة لأجل. يعني الوديعة أنا صحيح قلت لكم الفائدة عليها أكبر، بس ما تفكروا والله إنه فائدة 50%. يعني هلا رح نسأل ريهام. ريهام انتو بتعطوا على الودائع التوفير 7.5% هيك ولا تغيرت؟ او اسيمة اللي بتشتغل من المصرف 7، اسيمة 7. طيب والودائع لاجل لمدة سنة قد ايه بتعطوا؟ يكون شي 7.5 او 8 مثلا. سبعة ونص.
إذا سبعة، سبعة ونص، تبعتوا الفرق؟ الفرق مو إنه، وبالتالي الشركة المحطة لما رضت بسبعة بدها ترضى بسبعة ونص ولا بثمانية ولا بتسعة ولا بعشرة؟ إذا أصحاب الودائع اللي أجل أغلبهم من أفراد، أفراد يعني بيكون عنده مشروع صغير مثلا قبل، مظبوط كان عشرة مقابل تسعة، طيب لا بتسعة ولا بعشرة الشركة حترضى. طيب يا ريهام انتوا اللي عم يحطوا عندكم ودائع لاجل هذه الشركه، او اللي بيعرف حاله منحوس ممكن احمد. وسيم عندكم شي شركه حطت ودائع لاجل سريتين مثلا؟ ايه عم اقول لك انه اللي بيحطوا عندكم ودائع لاجل، يا سيما انا عم خرط بين اسمك واسم ريهام احيانا، عم اقول لك هن شركات ولا الطفرانين مثل ما حكيت زميلتك من شوي. اذا مو بالضروره، ربما تكون اسيمه ما انا مطلع على الامر بشكل كاف. اسيمه بشكل عام اللي بيحطوا هن مو صح لهم فرص استثماريه، خلينا نقول الشركات بتفضل استثمار بالتاكيد. ماذا تتضمن او ما هي انواع الحسابات الجاريه المدينه؟ خلصنا من الدائن، الدائن هذا اللي عم نحكي انت عم تحط عند المصرف المدين، المصرف عم يعطيك قرض على شكل حساب جاري مديني. شو يعني قرض على شكل حساب جاري مدين؟ هذا قرض بيفتح لك حساب باسمك، بحط لك فيه مبلغ معين وانت بتسحب منه، انت بتسحب منه وبس صار معك مصاري بتودع فيه. هلا انا كاتب لك هون بدون ضمانات، وكاتب لك انه له اشكال انه هون الضمانات. هلا اغلبه، اغلب الحال هو بدون ضمانات، لانه باساسه هو قرض قصير الاجل بدون ضمانات. هذا التعريف الكلاسيكي له، يعطى للعملاء الموثوقين بالنسبه للبنك. بس له اشكال، ممكن البنك يطلب منك ضمانات، اوراق ماليه تجاريه، بضاعه، كفيل مثلا، كفالات اخرى حسب علاقته مع العميل. طبعا البنك اذا بدك ترجع الى اليه عمله يا ريهام، هو يراقب حركه الحساب الجاري المدين. البنك شو بيقول لك؟ بيقول لك انت بتسحب منه ضمن هذا، قديش حط لك مليون ليره لمده السنه، بتسحب من هالمليون لمده السنه. بس بيقول لك كل ما كان معك مصاري حط بالحساب انت. مو دائما سحب سحب سحب، بدك تعمل موازنه ما بين السحب والايداع. بعدين البنك ما هو انت عم تسحب شيكات معي؟ يعني كل مبلغ عم يطلع من الحساب معروف لوين راح، وكل مبلغ اجى من الحساب معروف، اجى على الحساب معروف من وين اجى. وبالتالي كأن البنك عم يراقبك مع مين عم تتعامل انت اخذا وعطاء. اذا حققت شروط المصرف، يعني رغبته للمصرف او الشروط اللي هو فارض عليك، وبالتالي ثاني مره شو بيعمل؟ بيجدد لك وممكن يرفع لك القيمه. اذا باخر السنه شاف انه كله سحب 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 الى اخره، ممكن ثاني مره بياخذ فائدة. طبعا كمان هون على الرصيد ممكن، ممكن لانه كمان شوي بتختلف باختلاف سياسته للمصرف، انه انا اذا بدي اطبق انه بحسبها شهريا بيجي على المبلغ المسحوب كل شهر، او انا بتخيل الطريقة الاكثر انتشارا انه انا قديش هالفائدة، الفائدة عفوا قديش قيمته لهذا القرض؟ مليون ليرة لمدة سنة، قديش فائدته؟ 10%. بتخيل هيك الطريقة الأكثر انتشارا، لأنه ليش؟ الحركة عليه كثيرة، يعني أنا باليوم عم بودع وعم حط، فأنا ممكن أحسبها مثلا قديش المبلغ الشهري المسحوب، كمان هي طريقة ثانية. بس ربما تكون باعتبار هو قرض صغير القيمة، شوفوا قرض صغير القيمة، وبالتالي الأكثر انتشارا هو نعمله سنوية بغض النظر.
بس انت باعتباره هو قرض من غير ضمانات، اغلب الشكل الاكثر له انتشارا هو من غير ضمانات، بيسعفك هو، انت ما حتعمل لي هالمشروع الكبير، بيسعفك لانه قرض محدود القيمه، قرض قصير الاجل. قرض قصير الاجل شو بده يكون؟ بيكون كبير القيمه، بيكون صغير القيمه. وبالتالي نحن بنعملها سنويا، لا كثير بتفرق مع المقترض واسهل للمصرف. تماما. في اي سؤال لحد الان؟ الحسابات الجاريه المؤقته من اسمها مؤقته، يعني هي مرهونه بعمل معين، مرهونه بعمل معين. انت مثلا حطيت كمبيالات عند المصرف لتحصيلها في تاريخ الاستحقاق، طيب حصل لك اياها، بحط لك اياها، بيفتح لك حساب، بحط لك اياهم بحسابك، تيجي انت بتسحبهم وانتهى الحساب. هذا حساب مؤقت لغرض الكمبيالات. حطيت اوراق، انت معك اوراق نقديه ثالثه، حطيت فتحت حساب حطيتهم عند المصرف لغايه استبدالهم، بدل لك اياهم ورجع حطهم، حط لك اياهم بالحساب، تيجي انت بتسحب المصاري وانتهى الامر، خلص. شراء اوراق مالي، حطيت مصاري عند البنك لغايه انه يشتري لك اوراق ماليه، تم شراء الاوراق الماليه، تم اغلاق الحساب، اذا بنسمي حساب جاري مؤقت. سهل الامور ما هي؟ الحوالات عم اقول لك ما هو خدمه مصرفيه، طبعا تقدم المصارف لعملائها. والحوالات بتعرفوا اليوم كل الناس صاروا يعرفوها بسوريا، الحوالات ما كان يعرفها صار يعرفها، ما هي يعني اغلب الناس عم يتعاملوا فيها. عم يقول لي احمد وممكن يكون حساب الشركه المصدره الاسهم لما الاكتتاب عن طريق، ممكن كمان، ممكن انا حط وديعه عند المصرف لغايه دفع فوائد سندات انا اصدرتها لمره واحده، بيجي حمله السندات على المصرف بيدفع لهم المصاري، بياخذ عموله طبعا وبيسكر الحساب. ممكن اشكال كثير، يعني مؤقت، يعني هو مرهون بعمل معين، انتهى العمل انتهى الحساب. اذا الحوالات كيف طلعت الحوالات؟ طلعت نتيجه تطور الاعمال التجاريه، ما بقى فيك انت تسافر لعند المورد تدفع له معي، فصرت بتحول له مصاري انت، فطورت الاعمال وتشابكت وتعقدت، والحياه نفسها صارت رتمها اسرع، تطلب هالخدمه المصرفيه اللي هي الحوالات اللي بتوفر لك الوقت والمال. اليوم انت بتعمل حواله من دوله لدوله معي وضمن الدوله الواحده، وبالتالي سرعة في إنجاز الأعمال التجارية، سرعة في إيصال الأموال مع جانب الأمان. أحمد عم يقول لي أنه بده يكون أقل شيء في فرعين للمصرف بالمكان المحول منه والمحول إليه. هل التحويل ممكن يكون يعني من مصرف لمصرف آخر؟ أنت عم تقول لي يكون أقل شيء في فرعين للمصرف بالمكان المحول، مو بالضروري فرع للمصرف نفسه، مو بالضروري. بالتأكيد لقل لك شغلة، لا حتى بالعملة الوطنية، حتى بالعملة الوطنية ويام، يعني مثلا الأهل الشركة الأهلية مثلا أو القدموس، هي نقل تحويل داخلي معي عنا بسوريا معروفي الأهلية والقدموس معي. فأنت بتروح هلا بدك مثلا تحول لأخوك بمحافظة أخرى لنفرض مليون ليرة، بيقول لك مليون ما بيصير، حط لي اياهم 950، خليهم ناقصين 1000 ليره. 1000، قلت له طيب ليش؟ بيقول لك هي تعليمات البنك المركزي.
اذا هن شو تابعين للبنك المركزي. البنك المركزي اي حركه تعامل بالنقد بده يكون مرخص من الدوله، وبالتالي يشرف عليه البنك المركزي. وبعدين بيعطوكي كمان شو ورقه بتكتبي لهم سبب التحويل، انه ليش بدك تحول هالمليون، تكتبي له انت شراء عقار سبب معين انت، تقول له طيب ليش بدك، بيقول لك كمان البنك المركزي طالبه. حتى هي الفؤاد ما بعرف عن احمد اسم رنان، هذا اسم موسيقي، بس بيكون شو كمان مراقب من البنك المركزي. تماما رفع مسؤولية الشركة، لذلك هي بتتنفذ القرارات اللي بتطلع في البنك المركزي. محمد قديم بس الصراحة انا ما بعرفه، ما كثير بيشتغل بتحويل الاموال. يعني الحوالي شو هي؟ هي امر دفع بيصدر عن المصرف، المصرف اللي بيصدر للحوالي بنسميه المصرف المحول. ليش بيصدره؟ لانه انت طلبت منه، مين انت طالب التحويل؟ العميل. المصرف بيصدره لهذا الامر الى فرعه، فرع المصرف، او مصرف اخر الى فرعه، او مصرف اخر داخل البلد او خارج البلد، حوالي داخلي وفي حوالي خارجي. لصالح مين بيصدره؟ لصالح المستفيد المحول له، اللي بده يقبض قيمة الحوالة. وبالتالي مين هن أطراف الحوالة؟ طالب التحويل اللي هو أنت. أنت بدك تحول مبلغ معين لطرف آخر، شخص آخر، بدك تحدد نوع العملة ومقدارها واسمه للمستفيد وعنوانه، كل هالبيانات المطلوبة. والمصرف المحول، المصرف اللي رحت لعنده أنت، مصرف تجاري سوري فرضا، هو اللي بيصدر الأمر لفرع ثاني له، أو لمصرف المراسل إذا كانت حوالي خارجية. مصرف الدافع هو اللي بيدفع، يعني هون المصرف المراسل ما بده يدفع للمحول له، موجود بلد أجنبي لنفرض، بنسميه المصرف الدافع، أو من الداخل المصرف اللي بده يدفع قيمة الحوالي بنسميه المصرف الدافع. المستفيد هو اللي صدرت الحوالي لصالحه. في عندك المصرف المغطي في حال وجوده. كيف المصرف المغطي؟ لنفرض انت بدك تحول حوالي من هون لابن عمك موجود بفرنسا مثلا، رحت على المصرف التجاري قلت له بدي احول هذا المبلغ لابن عمي على فرنسا، بخاطب بالمصرف التجاري السوري مصرف المراسل في فرنسا ليدفع قيمة الحوالي لابن عمك الموجود في فرنسا، ولكن ما عنده حساب عند المصرف المراسل، او عنده حساب ما في مصاري بس عنده مصرف مراسل آخر موجود في إسبانيا لنفرض، بيطلب من المصرف المراسل إله في إسبانيا يحول قيمة الحوالة لمصرفه المراسل في فرنسا، معي؟ وقت المصرف الموجود في إسبانيا بنسميه المصرف المغطي. واضحة الفكرة؟ صادق. المصرف اللي بده يدفع قيمة الحوالي مصرفك المراسل الموجود في الخارج، اللي بده يدفع قيمة الحوالي ما عندك رصيد انت عنده. طيب في مصرف اخر مراسل الك انت عندك رصيد عنده، بتطلب من المصرف الاخر يحول لمصرفك المراسل قيمة الحوالي لتندفع للمستفيد. هذا المصرف اللي انت طلبت منه يحول بنسميه المصرف المغطي. واضح يا صادق؟ الحوالات ممكن تكون خارجي صادرة يعني، أو خارجي وداخلي، بمعنى صادر ووارد. الحوالات الصادرة هي اللي بتخرج من المصرف، اللي بتخرج من المصرف. كمان هي إلى نوعين، أمر ممكن يكون داخلي وممكن يكون خارجي. أنت بدك تحول معي لابن عمك الموجود في محافظة أخرى عن طريق المصرف التجاري، هذا شو بده يصدر أمر دفع داخلي، معي؟ يعني حوالي صادرة من المصرف داخلي، بس لما حولت له عن طريق المصرف التجاري لابن عمك الموجود في فرنسا صار خارجي. الداخلي عادة شو بتكون بالعملة المحلية،
والخارجية بتكون بالعملة الأجنبية. هل يستطيع العميل طالب التحويل؟ الطلب من المصرف المحول إلغاء الحوالي أو تعديل بياناته؟ ممكن، ممكن الشيء، ولكن بشرط ألا يكون المستفيد قد قبض قيمة الحوالي. أحمد عم يقول لي رقم الحساب إله معرف، إله معرف دولي بسموه إيبان. حساب مين قصدك؟ حساب العميل قصدك يعني؟ ايه ممكن، ممكن، ممكن هالشيء، بس بترجع هون لا، اذا مصرف ما بيتعامل خارجيا تالي مو ضروري يكون له هذا الكود معي. راح اجي عليه يا محمد، ما كملت الفكره. اذا هذا الفكره اللي حكاها زميلكم احمد، لنفرض مصرف التوفير ما بيتعامل خارجيا، معك يا اسيمه، ما بيتعامل خارجيا، وبالتالي هو مانو مربوط بالشبكة العالمية للمصارف، وبالتالي مو بالضروري يكون له رقم معرف. واضح يا أحمد؟ والآن عم تقول لي إنه لفرض بدي أبعت لأخي 50,000 ليرة برات البلد عن طريق التجارة هيك حالي، فيني اشتري دولار وبعد، طبعا بس بده يكون سامح الدولة تسمح فيها، يعني بالظروف الحالية يمكن ما تسمح لأنه في مشكلة بالدولار. ايه تماما، هذا اللي عامل لك اياه احمد، هذا اللي عامل لك اياه، يعني مو بالضروري، هذا اللي عامل لك اياه. أسيمة عم تقول لك نحن فروعنا مع الإدارة العامة، يعني ما إلها تعاملات خارجية، بده يكون له رقمين. طيب نرجع هلا، العميل ممكن يعدل بيانات الحوالي. لا محمد، عم تسمعني يا محمد؟ ممكن انت اليوم رحت على المصرف وقلت لهم انا بدي احول مبلغ اكس خارجي او داخلي، ما بتفرق هون، وبعد شوي تذكرت انه لا مو هذا المبلغ، انت غلطان فيه، انت بدك تحول 100، قلت لهم 200 بالغلط، بترجع لعندهم بتعدل، بس بشرط انه ما يكون المستفيد قبض. اذا المستفيد قبض انتهى الامر، بيقول لك والله راحت عليك، خلص مشي الحال. إذا ما قبض فيك تعدل، فيك تعدل المبلغ، فيك تعدل الشخص، بلكي أنت الشخص غلطان فيه أو غيرت رأيك. إذا بشرط شو؟ ألا يكون المستفيد قد قبض قيمة الحوالة. إذا قبض انتهى الأمر، ما بقى فينا نعمل شيء. ما المقصود بتغطية الحوالات؟ كيفية دفع قيمتها لحساب المصرف الدافع اللي بده يدفع قيمة الحوالي للمستفيد حسب الاتفاق المعقود بينه وبين المصرف المحول. العادة شو بيكون؟ بيكون نحن عنا مصرفنا المراسل، شو بيكون؟ بيكون عنا حساب عنده، ونحن بنكون مراسلين له. عم بحكي بالإطار العام، نحن مراسلين له وهو مراسل لنا، يعني مصرفي المراسل في فرنسا من خلاله بنفذ عملياتي في فرنسا، والمصرف الموجود في فرنسا بينفذ عملياته بسوريا من خلالي انا، انا مراسل له بسوريا وهو مراسل لي بفرنسا، هو له حساب عندي وانا لي حساب عنده، مثل المقاصه تماما. يعني انا حسابي عم يطلع منه مصاري، هو حسابه لا عندي كمان عم يطلع مصاري، يعني هو بده يعطيني وانا بدي اعطيه، بالتقاص بيصير تبادل على الرصيد. ما هي المصارف الأطراف في الحوالة؟ المصرف المحول اللي بيصدر الأمر، المصرف الدافع اللي بيعطي اللي بيدفع قيمة الحوالة للمستفيد، والمغطي في حال عدم وجود حساب إنه عند المصرف الدافع، هو اللي بيحول للمصرف الدافع لين تندفع القيمة للمستفيد. الحوالات الصادرة إنها بتصدر من المصرف،
شو بيعاكسها؟ عكسها الواردة، حوالات الواردة ما هي التي ترد إلى المصرف. عم لك الحوالات الصادرة عن المصرف المحولة تعتبر حوالة واردة للمصرف الدافئ، إذا عكس بعضهم. ماذا تعتبر الحوالات الواردة بالنسبة لبند العملاء المستفيدين؟ أحمد عم يقول لي يعني في فخ هون ممكن تسألنا عن أطراف الحوالي أو البنوك فقط. إيه ممكن، واضح السؤال هون معي؟ تكون واضح. يعني لما بسألك عن البنوك عم بسألك فقط عن البنوك اللي بيدخلوا بالحوالي، لما بسألك عن الأطراف تدخل الأمور الأخرى. واضح يعني ما هون ما بتخيل في لفكة. بالطابق الثاني تماما، برافو. إذا الحوالات الواردة بالنسبة لبلد العملاء المستفيدين هي مورد للقطع الأجنبي. أكثر حدا بيعتمد عليها بالبلدان المجاورة هو لبنان. لبنان الحوالات اللي بتجي وخاصة التحويلات اللي بتجي من اللبنانيين المغتربين هن المورد الأساسي للقطع الأجنبي بلبنان، وهذا كان أحد أكبر الأسباب لأزمة الدولار بلبنان، لأنه معتمد على تحويلات المغتربين بشكل أساسي. طبعا مو بس لبنان، كل البلدان بتعتمد على تحويلات المغتربين، بس بلبنان في نسبة مغتربين مرتفعة وما عنده صناعات يصدر وما عنده زراعة يصدر وما عنده نفط يبيع، وبالتالي كان الاعتماد بشكل أساسي على تحويلات المغتربين. لما إجا ظرف الكورونا المغترب بطل يحول لأسباب متعلقة أهم، أنه فقط شغله ببلاد الغربة يعني، أو انخفض دخله أو إلى آخره، فبطل هو يحول أو انخفض تحويله. هذا كان من الأسباب اللي عملت مشكلة بلبنان. لذلك شو بتلاقي انت كتير بيدعموا هذا الامر. لشوف شو عمل لك هون، لماذا انشأت بعض المصارف وحدة مركزية للحوالات لخدمة العملاء. يعني شو المقصود هون؟ الحوالة لما بتجي انت بحول لك مصاري من خارج سوريا، بس اجت بتنزل لمرة واحدة بياناتها مركزيا، بعدين بامكانك تراجع انت من اي فرع للمصرف، اي فرع تابع للمصرف انت فيك تراجع وفيك تقبض قيمة الحوالة، تسهيل ليشجع موضوع التحويلات الخارجية اللي هي هون حوالات واردة الى المصرف. تماما بالعمل. ميزات نظام مركزية الحوالات، اول شيء موضوع الامان وضبط عملية الادخال، هي تدخل لمرة واحدة، موضوع السرعة كمان عم نقول تدخل لمرة واحدة، معناتها في اختصار للعمل، التدقيق الفوري للبيانات اللي تم إدخالها بنظام هذا النظام المركزي، التسديد الآلي للحوالات الواردة إلى الحساب. يعني أنا إجاني حوالي بقيمة 100 ليرة وأنا عندي حساب عند المصرف، ممكن تتحول بشكل أوتوماتيكي لحسابي، أو التسديد المباشر من خلال أي فرع للمصرف مربوط بالحاسب الرئيسي وكله مربوطين بالحاسب الرئيسي، إمكانية الاستفسار من أي فرع عن الحوالات الواردة. لما هذا كله بفضل شو؟ نظام مركزية الحوالات. إصدار الإشعارات وتنفيذ القيود محاسبيا، يعني أنت بهذا النظام المركزي مجرد نزلت البيانات الحوالي فهي عمل القيد المحاسب بشكل أوتوماتيكي. إصدار التقارير، كمان تقارير تصدر بشكل أوتوماتيكي. كيف يعني تقارير؟ يعني أنا بنهاية اليوم هذا النظام المركزي بيعطيني قديش عندي اليوم حوالات واردة باليوم بالأسبوع بالشهر إلى آخره. مثل ما سألنا من شوي هل يمكن إلغاء الحوالات الصادرة، رجعنا عم نقول هل يمكن إلغاء الحوالات الواردة، ونفس السؤال تماما أحمد. عملية محاسبة أهم هون القيد المحاسبي، القيد المحاسبي بتعرف إله طرف مدين وطرف دائم لحتى تثبت أنه هالمبلغ دخل إلى المصرف. بالخارجي بيبين لك القيد المحاسبي أنه خرج من المصرف. الكلام اللي حكيناه عن الحوالة الصادرة بالنسبة لإلغاء نفسه بالحوالة الواردة. إجاك أنت حوالة ما في محول إلى حدا محول لك هي الحوالة، ممكن يغير رأيه، يغير المبلغ، يغيرك أنت كمستفيد منه، بشرط ألا تكون قد قبضت قيمة الحوالة. نفس الكلام اللي حكيناه عن إلغاء الحوالة الصادرة. في أي سؤال لحد الآن؟
نظام سويفت، نظام سويفت بتخيل البعض منكم سمعان فيه معي. نظام سويفت شو هو نظام سويفت؟ نظام سويفت هو شبكة اتصالات، هو شبكة اتصالات، هو الحل محل التليكس، هو اللي بيربط هالمصارف اللي شايفة انت على مستوى العالم مع بعض البعض، المراسلات اللي عم تصير كلياتها عم تصير من خلال نظام سويفت اللي هو شبكة اتصالات. مقره وين موجود؟ موجود في بلجيكا. اذا كاتب لك يمكن تعريفه على اساس انه شبكة اتصالات متطورة ربطت هالمصارف مع بعض البعض بشكل محكم. ليش بشكل محكم؟ لانه نظام الشفرة اللي بتتعامل معه نظام سويفت صعب اختراقه، يعني ما قدر حدا يخترقه ويزور بالارساليات اللي بتصير بين المصارف، وبالتالي كسب اتقاء هذا النظام وصار هو المتعامل به او بتتم التعاملات من خلاله على مستوى العالم. ميزاته سرعة انجاز الحوالات، الامان، ما هو بيتعامل بنظام شيفرة، الوفرة بالتكاليف، ما التكاليف هلا شوف، يعني انت بتكون موجود ببلد اجنبي بدك تحول لهون لنفرض 40,000 دولار، شو بتطلع التكلفة تبعهم؟ 40 أو 50 ألف دولار، ممكن تطلع 200 دولار، يعني التكلفة كتير بسيطة. أهم البيانات التي يجب أن تتضمن الحوالة اسم المصرف، هذول بيانات روتينية، اسم المصرف، المرسل، المحول وعنوانه، المصرف الدافع، الرقم السري للحوالة، كل حوالة إلى رقم سري مشفر. مين بيفكوا لهذا الشيفرة هاي؟ المستقبل، يعني انت لما طلعت من عندك الحوالي طلعت بشيفرة مشفرة، المستقبل هو بفك الشيفرة. هذا هو نظام سويفت. التاريخ اللي صار فيه عمل الرقم السري، تاريخ الحق، يعني هالحوالي انت تستحق بمجرد وصوله، مبلغ الحوالي، صيغة الامر بالدفع بتكون كليشي متعامل فيها، الفاليو ديت تماما احمد، اسم المستفيد، اسم طالب التحويل، طريقة التغطية، كيف بدها تتم تغطية هالمبلغ عند المصرف الدافع، رقم الحوالي في سجل المصرف المحول، إذا أنت بدك تراجع أنت حولت، وبجوز البعض ممكن صار معه هذا الأمر، بتحول أنت مصاري، بعدين تتصل بالمستفيد، أنت وصولك المصاري بيقول لك لا، طيب أنت ما بدك تراجع المصرف اللي حولت عن طريقه، بترجع بيكون في رقم عاطينك إياه للمراجعة، تقول لهم هذا الرقم أنا بموجبه حولت مبلغ كذا، بيأخذوا الرقم منك بيتابعوا لك بيقول لك حوالتك فيها المشكلة الإسلامية، إضافة إلى أي تفاصيل أخرى. صورة السويفت نفسها، ما هي نفسها هلا هون أهم شيء أحمد، بيعطيك الرقم، رقم الحوالي إلك غير الرقم اللي طلعت فيه، الرقم اللي طلعت فيه إله مو إلك، يعني انت لما بدك تراجع بدك تراجع المصرف، اما الرقم السري للتعامل بينه وبين المصرف الاخر، تبين مثل ما عم يصير هلا بحوالات البيوع، مو كل حوالي الى رقم بيتم المراجعة عليها يا اسامة، اسامة عفوا، وظائف قسم الحوالات، تحويل النقود للمستفيدين، شراء وبيع الشيكات المصرفية السياحية المسحوبة على أو الصادرة من مصارف معروفة إلى نشر التواقيع معتمدة، طبعا هدول بيكون في مثل اتفاقية هي بين مصارف على مستوى العالم هم المشتركين بالخدمة الشيكات المصرفية السياحية، هدول بيكون أرقامهم موجودة عند الكل، يعني هذا الشيك له رقم، هذا الرقم موجود عن كل المصارف المشتركة بهالخدمة، نشرة شيكات مصرفية سياحية إذا بدك تسميها، تحصيل الشيكات المصرفية بالعملة المحلية الأجنبية إلى آخره، صرف الشيكات، تحصيل وصرف عكس بعضهم، استلام الحوالات ودفعها للمستفيدين، هذه أمور واضحة، إصدار الاعتمادات الشخصية واستلامها لدفعها بالكامل أو دفع جزء منها للمستفيدين. نحن بنعرف اعتمادات مستندية ما هي، بس هون اعتمادات شخصية، في فرق بيناتهم.
الاعتماد الشخصي هو شكل من أشكال الائتمان، شكل من أشكال الائتمان بيعطيه المصرف لعملائه ليسهل لك مشروع معين، عملية استيراد معينة، بيفتح لك اعتماد باسمك لتسدد أنت من خلاله للمستورد الأجنبي أو للمصدر الأجنبي. عفوا تقول لي طيب مو نفسه الاعتماد المستندي؟ لا، الاعتماد المستندي القائم على التعامل بالوثائق، يعني بده تصير العملية عن طريق المصرف، بس هون المصرف فتح لك اعتماد شخصي إلك أنت عم تحول من خلاله. أما بالاعتماد المستندي اللي بدنا نشوفه بالمحاضرة الجاي، الوثائق بتجي على المصرف المراسل في اليابان، من اليابان بفرض عم تستورد أنت من اليابان، المصرفك المراسل باليابان بدي يبعث الوثائق للمصرف التجاري السوري، لنفرض انه هو فاتح الاعتماد المستندي، انت بتدفع له للمصرف التجاري السوري لحتى يعطيك الوثائق، هذاك اعتماد مستندي. شوف كله وثائق. اما هون انا فتحت اعتماد او المصرف فتح لي اعتماد باسمي بغايه استيراد، ما انا عم حول من 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 هذا الحساب لوين؟ الى المستورد او المصدر الاجنبي، بس ما في وثائق اجت على المصرف عم يتاكد منها. مسؤوليه المصرف بالاعتماد المستندي صار هو المسؤول عن عمليه يعني مين المسؤول امام المصدر الاجنبي بالاعتماد المستندي؟ المصرف اللي فتح الاعتماد المستندي. اما هون لا، اعتماد شخصي انت المسؤول. اذا في فرق بين الاعتماد الشخصي والاعتماد المستندي. التعامل بالعملات الاجنبيه بيعا وشراء، مثل زميلتك اللي سالتني بدها تحول بالدولار لاخوها فينا، طبعا فيكي هلا انت معي سوري، فبتدفعي له سوري بيحول هو دولار بشرط انه يكون الظرف طبيعي. هلا بالوقت الحالي بتخيل ما يكون هذا الامر مسموح. تصاريح العمله، انت موجود بالسعوديه ما هيك يا احمد؟ وبكره انت جاي بدك ترجع لسوريا، كل شيء بجمعه مصاري بالسعوديه ما هيك يا احمد؟ بدك تجي تجيبه معك بالمطار، ما بدهم يسالوك عنه من وين هالمصاري؟ بتقول لهم بلكي تهموك انك سارون، بتقول لهم انا ساحبه من المصرف اكس مثلا بالسعوديه، بقول لك بدنا تصريح، تصريح انه هالمصاري مسحوبه من المصرف الفلاني، بنسميه تصريح عملي. احمد عم يقول لي انا ما يسالوني بس 60,000 وفوق بدها تصريح. تماما. هلا هون مثل يعني كل بلد السقف بيكون مختلف، يعني السقف المسموح به بالسعوديه غير بسوريا، غير بقطر، غير بلبنان. بس لما انت تتجاوز ما بدك تصريح، هذا التصريح من وين بتجيبه؟ من المصرف. مين بيعطيك اياه؟ يعني قسم الحوالات. طبعا بتقلي انا جبته من المصرف بس مو من قسم الحوالات، من وين جبته؟ من قسم الحسابات الجاريه لنفرض. كمان هذا بيرجع بعض، بيختلف من مصرف لمصرف اخر باختلاف سياسه. واضحه الامور لحد الان؟ رح نوقف هون معي. اذا بدنا نفوت بالكفالات المصرفيه بدنا ناخذ جزء منها، وبعدين كفي خلينا نبلش المحاضرة الجاي من بدايتها، والكهرباء السيئة، فخلينا نوقف هون. تفضلي يا ريهام. لا والله مو هون القصة يا أحمد، إن الكهرباء انقطعت والليدي ماني مشغلة، والإبداعها إلي ساعة عم دور بإيدي هيك ما عم تطلع بإيدي. بسوريا مسموح 100,000 دولار. شو هو اللي مسموح 100,000؟ تدخل لسوريا؟ لا، بالتدخيل دخلي ان شاء الله دخلي ملايين مليارات بالنسبة لنا، بالعكس. بس بالتطليع في مشكلة، بالتدخين مين بيسألك؟ اللي بدك تطلعي من عنده، اما نحن ما بنسألك، هني بدي يسألوك انت وين موجودة؟ موجودة لنفرض بالسعودية عند احمد. انت لما مطلع معك 100,000 دولار ما بدك تسالك السعوديه من وين هدول، وترجعي بقى لانظمتهم وقوانينهم. بس لما بتوصلي لعنا على المطار ومعك 100,000 دولار برحبوا فيك، جاي بقطع اجنبي على البلد، انت عم تساهمي في دعم الليره السوريه، بتكوني انت بالعكس انجزتي. طيب هيك بتكون خلصت محاضرتنا لليوم.
بتمنى لكم سهرة سعيدة للجميع، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.